بدنا نعمل الميكس سي فود مالي بالارشيلا طبعا والطحين. خلطه البانيه شو هاي؟ عباره عن بيض بيض مع مستر مع ثوم مع فلفل ابيض. هي هاي الخلطه والليمون اللي هو الحامض طبعا. حلو. نمسك الفيلي طبعا بنعمله هيك بالطحين الاول. بالطحين بعدين بالباتر. ولا اروع من هيك ولا اجمل من هيك. سلطة السيفود الميكس سيفود سلطة العلي بابا اللي احنا بنمر عليها سلطة علي بابا. سلطة علي بابا البحري. البحرية. عندنا خس. عندنا خس وفلفل حلو الوان وجزر. بس. هاي اللي هي سلطة العلي بابا. حلو. وبالنسبة لهذا المصلز اللي هو الصدف. الكاليماري. والجمبري. طبعا هذول احنا بنسلوهم. الصوص ايش وضعها؟ هذا الصوص مصدر وزيت زيتون وليمون مع فلفل. ولا اروع من هيك. طبعا هذا بارد يا جماعه عشان تكونوا بالصوره. اه سلطه بارده. نعم. قسم وسمعني شوف.